يا بي يا هلا والله، شلونكم وشلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، اللي ما مشترك بالقناة تشترك. طبعا البارحة طفقتين هذين، شوفوا هذه وهاي النتي. حلو، عود قلت شنو؟ قلت خي زوجن، نوب هالفحل ما يريد يزوج لان زاوج لنا ثيبان. ايش راح اسوي؟ شوف ايش راح اسوي، راح اخلي الحلي. حلو، راح ارجع لين الحلي، لين الطيور كلها يعني مزاوج ومطورده وسوين لمسات يد. هو زاوج هاي زاوجها، اثنيناتهم طيارات ما يخالف، انا ما يهمني الشكل ولا العيون السود. حلو، اهم شيء يهمني مطيار الطير، يعني مطيارة قوي يعني. هذا هو، حلو، هذا ان الطيور كلهم طلعن. انا اهم شيء يهمني المطيار مال الطير. يا ولد حضر ارواحكم، ان شاء الله راح ندق لنا محمية هنا بحيل الله وقوته ونجيب بيها زينة. طارت الطيور هاي تو، خلي نزلن، قبل لا ينزلن نرجع لهن الحلي نفسه هنا توهن طارن. حلو، عندي حلال لان ثلاثة هنا، ثلاثة وعدي فوق هم حلال، اريد اصعدهن جوا قصدي، اريد اصعدهن. حلو، نرجع الحلي لهن لان الطيور كلها تريد تبيض وتريد نطلع لنا كم مخلف لان ذن كبار. يلا خلي الحلال ونرجع لكم. وهاي الحلة ورجعناها. حلو، هواي هم انا جاي اشوف، هواي جاي كتبولي طبعا تعارفكم كلنا نشوفه انه ها للصدق حق الفيديو السابق، عاشت ايديكم على هاي التعليقات الحلوة. حلو، واريد هذا الفيديو هم نفس الشيء، كلها صلى على محمد وآل بيته محمد، كلها الغريب الاسود شنو كلها تنزل بالتعاليق. طبعا التعاليق كلها عجبتني، كلها اللهم صل على محمد وآل محمد. اريد هذا الفيديو هم نفس الشيء، كلها صلى على محمد وآل بيته محمد بالتعاليق، صلى على محمد وآل محمد وحط لايك، ما مشترك بالقناة تشترك. وطبعا كلش مشكور للعلقولي وقالولي الف مبروك على 40K، اشكركم وبزودكم وان شاء الله ما نقطع وياكم وان شاء الله لل100K. شوفولي هاي الطبقة شلون هي، هم نزلولي بالتعليق وكتبولي عليها شلون هي. صلوات على محمد، عيون سود اثنيناتهن واثنيناتهن طبق وكلش حلوات، والتور هسه شوية عاليات يعني ما يبينن، وسوياهن غريب ما مصبغ. حلو، جناحاته ما مصبغات، انا مصبغهن اعرفهن، وياهن غريب ما مصبغ، فخلي نزلن شوية واصورهن لكم. طبعا نزلت وبدلت ماي للخانات، قلت هاي نزلن شوية قبل لا ينزلن الطيور، اروح ابدل الماي للخانات الجو مال الرمانيات. حلو، وش اسمه، وشوية صارت عندي شغلة وبدلت ماي للخانات وخذيت لي يمكن بربع ساعة وصعد لك اباوع للسما، الطيور بعدها ماهي بس شوية. ها هاي نزلت هذن يشوفوهن نزلن. ايش قد هذني الغريب بعده وياهن، هسه ذني ثمانية الغريب بعده لسه وياهن، ما جاي اقدر بس اقوم من الشمس تصير بعيني وما جاي اقدر اصور، فخي نزلن خي نزلن بعد شوية ويلا صور. الغريب يمكن راح يعوفن، هذن هنا شوفوهن، هذني الغريب راح يعوفن من هاي اقدر اصور. شوفوهن ذني ثمانية رد وياهن الغريب رد. صلوات على محمد، من ردين قلت لكم بس صبروا عليهن شويه هالكم يوم ورد مطيار، فشيني هم راح اخرب، وليش حطيتين نحلي هسه طير الشيل بيض وبعد ما ظلت عليه. بس يلا انا هم مثل ما قلتوا جاي تمللنا، بس مطيار وبس مطيار وجاي نمل، تدللون من عيوني، هل حطيت لكم حل ان شاء الله، وبس صبروا لي ها، بس هي مو هسه ان شاء الله يراد لها وقت، راح ندق لنا محميه هنا ان شاء الله زينه، اجيبها نادي واجيب ابو النفاخه واجيبن طيور حلوه واجيبن الرمانيات اصعدهن. بس صبروا لي هالكم يوم
يعني تقريبا اسبوعين ثلاثة وابدا ابلش بيها. انا راح اسويها بيدي، راح ادق الصفاحي بيدي واسوي ترايش بيدي وكل شيء راح انا اسوي، يعني راح اتعب بيها بس يراد لها مسألة وقت الشغلة هاي. وين راح التور؟ هذني ردا صعدا، شوفوهن بينات ما بينات، ما جاي بينات، جاي نزلن وردا صعدا، نزلن وردا صعدا. هذني ذني وين ما جاي بينن بالكاميرا، دوم ما يبينن. خي نزلن وارد اصور لكم. ثلاثة من التور نزلن، وينهن هذني الثلاثة؟ بس خلي يفترن، خلي ياخذن داير. شوفون هذن الثلاثة، هذن من التور نزلن، بس البقية ما ينشافن، ما ينشافن. تعرفون شنو ما ينشافن؟ كلش. خلنا نطلع هذن، خلينا نزلن وياهن. البقية أربعة ما ينشافن كلش كلش يعني. يلا طلع. اكو بعد وحده؟ لا خلنا هذني. يلا صعدن صعدن على السياج على المهطاب، خلينا نزلن ذني يمكن. شش شش، هذا نبدا نطيرن صلوات. التور بدا نطيرن، سد الباب. يلا التلم قلنا مصعد صعد صعد صعد. يلا ولك. خلي نزلن هذني الثلاثة، يمكن راح يردن صعدا لان علن شوية. هذني شوفون خي نزلن. البقية ماكو صار لساعة باع ما جاي نشاف صلوات، صار هن يمكن بالساعة طائرات. اذا طلع مخاليف يعني ذني ضوجة شيني ساعة ونزلن، حتى ما بيهن واهس والله ساعة ونزلن. ب11 10 كلش، حتى الموبايل كنت مخليه عشا حين. هاي شوفوها نزل، هذا المخلف العام قضيته. بعده سوى ما حاط بعده. هسه بس ساعة ب11 الا 10، يعني من 9:30 ل11 الا 10 هسه. وهذا الاثنين فوقه وبعد واحد، يا هو الواحد النثي ام عيون السود، النثي ام عيون السود هاي جناحها قبل فترة تدرون بها من مرضت، فمن طلعتها من الخانة هسه الثلاثة من جناحها، ما يجوز طاحت والله ما ادري، يمكن طاحت هي هاي سويها الحظ وتطيح، حرامات والله خوش طيرة. هذا نزلن هسه هنا، ها ها ب11 يعني ساعتين ونص، الله شاهد علي. حلو ساعتين ونص. خاف اقول واحد هسه لا وين انا جاي احكي منين، مو وينك ساعتين ونص. لا والله الله شاهد علي ساعتين ونص وبعدها ما حاطات هسه انا. حلو بعدها ما حاطات، انا ردت اطبقه قلت لكم اطبقه على هاي النثية الدارسينية، بس مدام هاي الطير الرس القديم تشبه التيدي كلش، والدارسيني مزاويج ومطيارهن حلو، طبعا هن كبار بالعمر ومطيارهن حلو، ف طلع منهم مخاليف، يعني هسه مخاليف ينقش شطرن 4 ساعات و5 ترى هن كبار، ترى حتى الدارسين امس فين قضيتهم تولك، اجيت اجرجن حنا وقلت لا مو مال جرجر جنحه، خل ابوع لسه عبيش الساعه ينزلن ضبط اريده. نزلن 51 دقيقه، يعني ب 11 الا 9 دقائق. مطيار كلش حلو كلش حلو، طيور عراقيات ما هن باكستانيات ولا هن مستوردات، وساعتين ونص حلو. طبعا اداء كل جيد، بس العلف وين خليته؟ هنا خليت العلف. وشو مهم لا تقولون مثلا
مطير الاثنين لو ثلاثة مطير سبعة. طبعا صدق هذا اللي وياهن ما ادري وينه، صعد وياهن بس ما من نزلن ما هو وياهن. طيب صلوات على محمد، اداء جيد من عده كلش جيد. طبعا انا خليت لها حله، ما دام خلي لها على حل شنو ضليت اعلس العله شنو العله. طبعا ما دام خليت لها حله خلي ابرجها على مو شنو يكضن حلال ويضل نتفارن وهاي السوالف. طبعا الفحل بالخانة زين والله، ظل قر عنا فيه والله دق عليه يعني يومين ثلاثة يزوجه. يلا خلي برجع وارجع لكم، اذا كان الموبايل ما اعرفه برجع. امقتته يعني ماكو هيجي امقته كلش والله، يعني صباقيات ما عدها الله شاهد. هذا الجنح شوفون منه صباقيات ثلاثة هم هذا السنان وراويتكم ياهن هذن شوفوا حتى لسه. هاي وحدة وهاي الثانية وحدة نص، وين هي؟ والله ما ادري كانت مقصوصة ما ادري، بس انا بكتها من قلت لكم هلستين راويتهن وكلش به 11 ضبط نزلت. يعني ايش قصة لها؟ ام ساعتين ونص اقل من خواتها اكثر منهن بعشر دقائق. عمي طيارة طيارة مات الله طيارة تخبل هاي صلوات على محمد. بس انه بس شلون ابرجها؟ اذا برجها الصلوات اللي في حله ظلت تتفارى. النثايه طبت قبل اللي في حله للحلات. شوفوا النثايه شلون طبلها. شوف هذيك النثيه توها طلعت من الحله. هاي النثايه قبل اللي في حله ظلت تطب للحلات الصلوات. يا الله بلكت بيضا هسه انا هم راح شو اسوي؟ اجيب لهم خوص حلو اذب ان هنا على مود لمه. وين النثي وين راحت؟ نثي وين راح؟ ها جاي تشرب ماي خطية. هو راح اطلعهن اصلا الارافل هاليوم مطيارهن موشي مو قاعدتهن. قاعدتهن جاي اهتم بالتور هي هم مشكلة. وجماعة الحمر قالوا لي جيب حمر. تقعد الارافل تهتم بالتور الارافل مطيارهن يصير موشي، تهتم بالارافل مطيار التور يصير موشي. وهيك احنا نقضيها. خلي طلعن صلوات. انا بس تو جايب لوتي فتر وياها بس حرامات ما نزل راح. انا سمعت اللوت موي لوت سمعته فشلت راسي واشوف هاي واللوت. يا طبعا ست حلات كافي عليهن لانهن مو هواي. راح وراها فحلها تور حلوات التور. طبعا هذا ابن الارافل السود. الارافل السود مو بيضة من عدهن فزدت يعني المخلف منقر 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 لقيته ميت ما ادري ليش منقر وميت. وهذن الارافل بصفر هم طلع عدهم مخلف واحد. فش سويت انا؟ شيلت ابن هسه هذا الارافل الاسود راح اشيله اخليه جو الارافل الاصفر. حق الصديق شوفوني شلون نسيت خرب حظي. كان الارافل الاصفر بعد ما انفقسات يوبوي فرد نسيت والله عبالي انفقسات. شوف شلون مصيبه والله عبالي انفقسات. شلون هسه؟ يلا عيفون عادي هو بعد صغيرون. هذا اللي رافل بس ما بقى لهن شيء وفقسن. شلت بنات التيادي وحطيتهن جوا بنات جوا الرافل حتى يرجعن التيادي بيضا من جديد. بس انا شلون نسيت يا الله والله عبالي مفقسات. شوفوا الحله رجعت هي وان شنو عدنا
يا بتور جاي شو به النقص؟ ها حق صديق زوج انا ايش بي انا اليوم ايش بي اليوم؟ في ساعة سالي شغله. بس لا تطلع انت الزاجل، بس لا تطلع. تخربوا عليهن. غير تجي هاي. يلا ها. هذا النساء زين ما طلع الزاجل. بس خلي اعرفهن ولو حق اعرف ما عندي هسه شوي واروح اجيب لهن. يا طبعا يا ولد الصراحه والحكي بيناتنا راح اضيفين محتوى جديد للقناه وهو شنو؟ شوفوا النمل يوبو وين كان، شوفوا يمكن جايبين عندكم. وهو شنو المحتوى الجديد؟ طبعا مليت من الحمام، مو بس حمام مو بس انا مليت، حتى المتابعين جاي يشوفهم ملوا والمشاهدات بالقناه جاي تنزل، لان ليش؟ ماكو افكار جديده للقناه وماكو شيء يعني فد شيء يعني جاي يتغير على القناه، بس حمام ومطيار وحمام ومطيار. فانا ايش قررت؟ قررت انظف هاي الصفحه حلو، وما ادري مفكر لو اذبن طيور حب لو اذبن كناري. فانتم كتبوا لي بالتعليق شنو اذبن، بس انا مخلي ببالي راح اذب لي زوجين كناري زينات حلو، هم استفاد من عدين وهم جديد محتوى جديد للقناه، وهم نغير يعني مو بس حمام، لان مليت كلش من الحمام. فايش راح اسوي؟ راح انظف هاي الصفحه. ما نظفتها كل هاي التنظيف، يعني تنظيف بسيط، بس شلت هذا يعني مو كان الخانات هنا، ف كله ملعوس ريش وتكرمون ضروق وخوص. فانا سويت بش التلفوق الرمل الجو خليته، وهسه راح ارشنه وارتب انه عنده قفص جو راح اشيل انه واخليه، بس مو هسه اشتري الكناري يعني بعد اسبوع اسبوعين، فلمن شويه اصير عندي فلوس واشتري. وهاي رشيتها ورتبتها وكملتها، خلت كض القاع ويعني تروح عنها الترابه حلو، وعندي قفص جوا اصعده وشنو اسوي وياكم، لان بابه مكسور وما ادري شنو. هاي الترتيبات اني ما زوجها نروح نشوفهن. هذن شنو وضعيتهن اللي طلعهن؟ هي مو مال هيك، مو مال خانه، طلعهن وكل من ياهل يريد يزوج الثاني يزوجه. طبعا التور كلهن اغلبيتهن ما ادري مزاويج ما لا هسه، بس هذا يمكن هذا الفحل زوج هاي النثيه، هاي النثيه هي صعيون سود وطياره وانا قلت لكم ما اهتم لا للشكل ولا للعيون، اهم شيء عند المطيار. فهاي الطياره حلوه. انا اريد اول شيء هذا اطلقع هنا، هاي النثيه هذا فحلها. شو هسه هذا الاثنينات اللي لازم اتحلشين انت كل يوم يا مره خو زلمه انت، خلي اطلع ذني مال المطيار. طلعا يهن سبعتهم طلعا وتعايدت وياهن كافي، هذا واحد هم طلعت وياه وطلع زايد، لا هن ثمانيه مال المطيار وانت وياهن. بس لا يطلع عن هذا، لا يطلع عن لا يطلع. يلا وليج خراب ايش بيها هاي؟ تعال رجع انت، ارجع عافيه الحبه. بس ايش قد ذني؟ أربعة لا هن ثمانية سبعة ثمانية أقول أنا شين زايدة واحدة هذني. يلا هاي جاي قوب جنحة هاي النثية، هاي شوفوها ويان وين صلوات على محمد. يا صلوات مساع ما حطان، هسه شافن الزاجل كل حاطان. الزاجل ليش ضال دايح بالسطح؟ صلوات شوفوا اللون، شوفوها صلوات على محمد خوش لون. خلي ياخذني مفرجه، يا خلين ياخذن داير بهاي النثي، اريدها تثبت كلش من ساعة طيرتها راحت طست وردت. انا عباي قلت راحت بعد ما تجي نوب، ردت شوي وردت من طيرت الارافل، شافت الارافل وجت. وانا هالايام شوية اكثر اهتمامي كلش بالتور، هذا التور ثلاثة من الجيران
جاي اهتم اكثر شيء بالتور. اذا رافل ان شاء الله مو هسه، خلي بيضا نكمل مبياضهن وكثرا ونوب نهتم بيهن، لان هسه الرافل شويه وهواي يقولولي شويه ما بين ونسي. وصدق ان اصلا ما بين ونسي شيني شوي ان شاء الله نكثرهن لكم. بس انا هسه هنا صارت عندي حيره ما ادري والله ما ادري، بس لا مو عليه شيء. انا اقول خاف يكبر المخلف وهذا يطلع جديد وما يعسن عسن، بس الكبير ما يعسن الصغير، هنا مشكله. اكو بيوم هواي قالوا لي منعز قولي زق. يابا والله كل محافظه ولها حكاياتها وكل محافظه ولها تسمياتها وكل محافظه. هاي الموضوع كم مره احكي لكم، هواي احكي. يابا كل محافظه ولها شغلاتها الخاصه بيها، يعني احنا نقول عيس انتم تقولون مثلا غير محافظات الزق. احنا يعني هواي شغلات بالحمام نختلف، فلا تعلقون هيجي شغلات غلسوا عليه. شوفوا فردت هسه، هي فردت الهايشه، شوفوها هاي بحده، وهذا من الطيور ردت الهن. بس اريد اصير وياها ولايفه موتتني، جاي تفرد بحدها وهيك خاف تروح. وانا صح اذا يروح تار من هذا اني ما اهتم، بس اذا كثر يعني حرامات تروح تار. بس شوفوها صارت وياها، ان شاء الله مثل ما قلت لكم كتبونا نجيب طيور حب او اجيب كناري. بس انا يمكن راح اجيب طيور حب، على الاكثرية اجيب طيور حب، لان الكناري مثل ما يقولون نحس. الكناري هذا يمكن من زواجنا والله يمكن من زواجنا رد هذه. ايوه حق الله والله، لا وين من زواجنا يا معود، الله عبالي من زواجنا شلون اجى علينا جاي يحط. بعد راحن هذا النيتي ما يندلل المكان حتى يجن. خلي شوية جنحن بعد اريده قوي بعد المكان الزواج اللي نسني. ان شاء الله على الموسم اللي يجي نطبلهم بقوة ان شاء الله. الله الموبايل فلت مني دي طاح. نعلى على والديك الزواج الطيور راد نحطها نسوى. شوفون شوف راد انا حطه انطار وظيف تر وياهن وخرب ام الحطه. لا والله خوش حطه. شوفوا ركزوا لي على الحطه. صلوات على محمد. بس انا قايل لكم هاد دارسين ولا تحسبونه هذا لازم ياخذ له داير ورا ما يحطن الطيور. يلا يحط صلوات الحطه فول الفول. شلون هي الحطه متحسنه مو؟ يا ولد الحد هنا شوف ماي ما عدين الواصل الحد هنا. لا ينسانا من اللايك حلو، والما مشترك بالقناة يشترك، وتعليقاتكم الحلوة حلو اي شيء نزلوا بالجو علقوا واصل الحد هنا. ها وان شاء الله نشوفكم بفيديو ثاني، ولا تنسونا من اللايك. المهم اشترك بالقناة تشترك وقود باي.